لأنه فقدنا منذ يومين فقط زميلا عزيزا، صديقا وفيا، إعلاميا ملتزما منضبطا، بوفاة الكاتب الصحفي والناقد الرياضي المحترم الأستاذ خالد توحيد عليه رحمة الله. يمكن كان آخر ظهور لنا مع حضراتكم في حلقة الاثنين، كنا كلنا بنسأل المولى سبحانه وتعالى أنه يتدخل بعنايته ورعايته وهو يمر خالد بأصعب اللحظات بعد أن لقي ربه ساجدا. أعتقد حسن الخاتمة يا باشمهندس اللي الناس كتيرة يمكن شافت أن دي أمارة من أمارات سلوك هذا الإنسان وسيرته. مؤكد، يعني مين ما يتمناش هذه النهاية بين يدي الله. يعني مؤكد أنه أكثرنا حظا وإن كان ذويه متألمون، لكن يكفيهم أن يصب يعني صبرا أنه مات في الجامع وهو بيصلي وبيسكت. لكن في كل الأحوال أنا أتأمل منذ سماع هذا الخبر، لأن احنا كنا هنا للساعة 12 بنتابع دقيقة بدقيقة الحالة، وكان آخر حاجة الأستاذ جمال جبر قال لنا الساعة 12 إلا ربع، يعني في هو في غرفة العناية المركزة قبل ما نوصل لبيتنا لبيوتنا وقبل ما تكتمل الساعة الواحدة تقريبا جاءنا الأخبار وفاته المنية. طيب، السيرة العطرة فرضت نفسها، الرزانة والاحترام الذي كان يحظى به المغفور له بإذن الله خالد توحيد هي القاسم المشترك على تعليقات جميع من يعرفه ومن يشاهده ومن لا يعرفه. كان قيم الاحترام عنده تقدر تشوفها على الشاشة، تشوفها في ألفاظه، تشوفها في كلامه في مواجهة الأزمات. ما احناش أنبياء، لكن بكل تأكيد لما تكون في صفات طاغية بهذه القيمة، لا، هي بتنصف صاحبها حيا وبعد وفاته. أيوه. خالد يستحق كل كلمة طيبة، كل دعاء، ربنا يرحمه وهم السابقون، نحن بإذن الله لاحقون. لكن لماذا لا نستوعب يا أستاذ إبراهيم إن احنا في ثانية ممكن أي واحد فينا ما يكونش موجود؟ صحيح. الذين يصدرون الألم للآخرين، الذين يهتكون الأعراض، الذين يتجنون، الذين يشمتنا، الذين يعني عايشين حياتهم في كيد مستمر للآخرين. احنا ما تشهده ساحة كرة القدم الآن أمر غير مسبوق، غير مسبوق على الإطلاق، ولا أظنه سوف يكون ملحوقا. ما يحدث الآن عبر عملية مكايدة من مسؤولين كبار. فن علاج الأزمات يا أستاذ إبراهيم، أول حاجة يعني اتعلمتها لما أكون بعالج أزمة مع حد، أنا لا أشعره بالهزيمة، أنا عايز أوصل لنقاط تخصني. لو خط الحوار معاه من منظور النصر والهزيمة، لا يمكن هيوصلني اللي أنا عايزه. ايه حجم الكيد وحجم الاغاظه، وبنغيظ ناس، جماهير ما نعرفهاش، مختلفه ثقافتهم، ملايين من البشر بنسبب لهم النكد كل يوم بكلمه صغيره بنكتبها او بنقولها او بتصرف صغير بنعمله. اتحاد الكوره يستطيع ان يحل الازمه دي لو تفادى موضوع محدش يفرض عليا وانا اللي اقول كلمتي، محدش بيفرض على حد حاجه. لكن لما نكون بنطالب بإعمال المعايير، يبقى والله نلجأ لهذا المشهد، هنحل كل حاجة، نعرف ان احنا هنكون بين يدي الله في اي لحظة، وهنكون مسؤولين عما نفعله بالآخرين. الحقيقة المشاهد اللي حضراتكم بتشوفوها هي مشاهد للمراحل المختلفة، سواء في أداء صلاة الجنازة على جثمان الفقيد الغالي، أو بعد كده مراسم الدفن في مدافن الأسرة في 6 أكتوبر، أو واجب تأدية أو تلقي واجب العزاء النهاردة اللي لازال مستمر في مسجد عمر مكرم. كل هذه المشاهد اللي حضراتكم شايفينها وغيرها كتير جدا هي شواهد على
سيرة هذا الرجل، على مسيرة هذا الإنسان، على عطائه، على علاقته بالجميع. النهاردة في الجنازة مجلس إدارة النادي رئيسا وأعضاء والإدارة التنفيذية وكله موجود، بس كمان كتير جدا من حشود الأسرة الصحفية والأسرة الرياضية، وجمهور غلبان جاي بره برضه بيسلم وبيعزي. فدايما وابدا هي الانسان سيره، وهذه الشواهد وهذه المشاهد دل على هذه المسيره بجد، انه في حد عاش بين الناس فتره طالت او قصرت، لكن ترك هذا الاثر الايجابي وهذا الاثر الطيب وهذه السمعه الطيبه، بنقاء، بصفاء، بتجرد، بمهنيه، باحترام، بعفة نفس، بنظافة يد. الحقيقة قيم كتيرة جدا سلوكية وأخلاقية ومهنية لو اتكلمت عليها عن الأستاذ خالد توحيد وهو في دار الحق وإحنا في دار الباطل، مش هنوفيه حقه. أستاذ إبراهيم، قبل ما يكون مسؤول معانا ومسؤول عن القناة وزميل، أنا كنت أتابعه بمنتهى التقدير والاحترام في أي طلة له على الشاشة، في أي كلمة بيقولها كان حريص جدا أن الكلمة تطلع بالميزان، وعمره ما كان ولا غاز حد، رغم أنه كان بيقول أراء واضحة شارب، ما كانش أراءه ميعة، ولكن دائما بيقولها مغلفة بالكياسة والإحساس بالآخر، أنه هو بيقول رأيه مش من منطلق أنه يضايق حد أو أنه يعلم على حد، لا، كان بيقولها بشكل موضوعي يخليك تتأملها وتفكر فيها. دي قيمة الإنسان، أن ما ينطق به يكون مدعاه للتأمل، مش أن يكون مدعاه أن أفكر له أغيظه زي ما بيغيظني، أرد عليه زي ما بيقول لي. دي كلها قيم إعلامية أستاذ إبراهيم. طبعا هو كان زميلك في الدراسة كمان. لا، أكبر مني بشوية، لكنه الحقيقة يمكن من الناس القليلة جدا اللي ارتبطنا ببعض على خط مهني واحد. أنا في أخبار اليوم وهو في الأهرام، في نفس السنة اللي تعين فيها خالد في الأهرام الرياضي تعينت أنا في أخبار اليوم، لكن كنت سعيد جدا بسفريات كتيرة جمعتنا. يمكن حتى إحدى المرات كنا في أثيوبيا ورحنا راجعين، عملنا عمرة في رحلة العودة، سافرنا تونس، سافرنا الجزائر، في كتير من السفريات اللي شوف برغم ما قد يبدو من منافسة بين الأخبار والأهرام، برغم تقارب العمل الصحفي نفسه، لكن يشهد الله أنه خالد توحيد عمره ما خرج عن الإطار السلوك المحترم والمهني المسؤول. ما أنا بقول لك دي ملاحظتي عليه، عمره ما حسسك أنه في صراع، عمره حسسك أنه في خلاف. كان دايما وأبدا له مقولة الله يرحمه، يقول لي بص أنا أكتر حاجة بستريح لها إن دماغنا صحفيا راكبة على بعض. فكتير جدا من تفاصيل حياة خالد الصحفية كان بيراجعني وأنا براجعه. لما بكتب حاجة أول حد كان بيكلمني يشيد أو يعلق أو يلاحظ أو يقول أو يناقش كان خالد عليه رحمة الله. في فترة من الفترات لقى عنده وقت فقال لي بقول لك إيه؟ عايز أمشي في سلك الدراسة، هرجع تاني أذاكر واخد ماجستير ثم دكتوراه. وفضلنا على متابعة دايمة، ولما جه يناقش الماجستير في كلية الإعلام دعاني وكنت سعيد جدا بيها، حاول يجيب رجلي برضو في السكة ديت. رحت أنا وهو محاضرة مشتركة دعانا ليها الصديق مشترك الدكتور عادل عبد الغفار عميد إعلام جامعة خاصة في بني سويف. رحت أنا وخالد وإحنا راجعين كل جهده ما تيجي نكمل في السكة ديت، يا عم اعمل معروف ابعد عني أنا مش في حمل التدريس. قال لي لا، كانت محاضرة حلوة وجذبت الناس، وأنا شايف إن إحنا علينا حاجة للمهنة نأديها للأجيال الجديدة. طبعا على وعد إن شاء الله هنبقى نعملها. وهو كمان بعدها دخل في تجربة قناة الأهلي فأخدت كل وقته، شغلته حتى عن ان هو يكمل مشوار الحصول على الدكتوراه واكتفى بالماجستير، لكن دايما وابدا فضل جواه هذا الضمير المهني الحي اليقظ اللي دايما وابدا كان في كل عمله وفي كل ادائه وفي كل تصرفاته
هتلاقيه حد مسؤول وحد منضبط وحد بيراعي ربنا وبيراعي قيم المهنة. يعني قيادات مصر الرياضية موجودة في الأندية المختلفة، اللي سافر واللي جه واللي يمكن ما كانش بيربطهم بيها أستاذ إبراهيم علاقة مباشرة، لكن في تقدير. وبعدين أنا ألمح تأثرك ولمعة عينيك وأنت تتحدث. شوف يعني أصله خالد ما كانش يعني مجرد اسم في المهنة، صدقني قليلين جدا اللي جم في تاريخ الصحافة الرياضية حطوا بصمة وحطوا علامة. أشهد إنه خالد توحيد عليه رحمة الله، الواحد لسانه لسه حتى ما خدش على وصفه بالمرحوم، لكنه حد ساب بصمة، حد تقدر تعتبره من المطورين في المهنة، حد تقدر تقول عليه من الناس فعلا اللي سابت أثر. يعني شوف كلام الأستاذ إبراهيم حجازي عليه، وإبراهيم حجازي ربنا يديله الصحة وطولة العمر، صاحب مدرسة، لأنه هي تجربة الأهرام الرياضي الحقيقة أخرجت كل هؤلاء النجوم، لأنه ما تقدرش أبدا تنكر على قيمة صحفية بحجم الأستاذ إبراهيم حجازي دورها في رعاية كل هؤلاء، خالد والدكتور ياسر أيوب ومن قبله الأستاذ نصر القفاص ونبيل عمر و مش عايز انسى حد، ويسر الفخراني ومحمد سيف، اساتذه كبار جدا خرجوا من تجربه بقوا نجوم في المهنه، واسامه اسماعيل طبعا، والاجيال اللي بعد كده سواء محمد شبانه، عبد المنعم لسطى، عبد الشافي صادق، كتير جدا من الزملاء في الاهرام الرياضي نتاج تجربه ابراهيم حجازي. كان دايما وابدا خالد توحيد عليه رحمة الله عنده حتى الإحساس بهذا الفضل وهذا الدور. يعني في نجوم كبار لإبراهيم حجازي، الكابتن أحمد مصطفى، كابتن عزم مجاهد، يعني كابتن محمود أبو رجيلة. الحقيقة ما فيش حد في الوسط الرياضي أظن أنه ما مهتمش أنه يعني يدعو له أن يكون متواجدا. شوف يعني هي أنا قلت لك هي فعلا قيمة. الانسان القيمه والسيره، هذه السمعه اللي رحمه الله عليه اللي سابها عند سايب الناس، سايب فراغ عسى ان يعني ربنا يبارك في علي ابنه، من المتفوقين في كليه الاعلام في الاهرام الكنديه، جامعه الاهرام الكنديه، وعين نفس عين معيد فيها، بسم الله ما شاء الله. فان شاء الله تعالى ربنا معاهم وربنا يساعدهم ويحفظهم انهم يحققوا كل طموحات خالد فيهم، لانه الحقيقه يعني كان سايب لهم كنز من السمعه. في فتره من الفترات قال لي شفت علي عايز يسيب التدريس وعايز يسيب السلك الاكاديمي وعايز يشتغل في المهنه، وانا قلت له لا خليك في الدراسه احسن وخليك في الجامعه، وبعد ما كان بعد عنها شويه، فان شاء الله تعالى ربنا يوفقه ويحقق فيه كل طموحات خالد اللي كان عايز يحققها ان شاء الله. ويكفيهم فخرا ان هذا الارث من الاحترام والسيرة العطرة اللي بإذن الله هساعده في مشوار حياتهم وتكون نبراس ليهم بإذن الله. ده رصيد حي، ودي سمعة طيبة، ودي الشواهد هذه المسيرة النقية اللي بندعو الله سبحانه وتعالى كل هذه المشاعر وكل هذه الدعوات الطيبة الخالصة تكون في ميزان حسنات الأخ والصديق الغالي خالد توحيد. أستاذ مرشي عطا الله، يعني قيادات الأهرام وقيادات العمل الصحفي كله وقيادات الحركة الرياضية الحقيقة على مختلف الانتماءات والألوان، الكل كان حاضر. يعني ألف رحمة ونور على الصديق مهما العزيز. يعني استطردنا في الكلام، كل كلمة هنقولها احنا صادقين فيها، وكل كلمة استحق أكتر منها. استحق كتير. رحمة الله عليه، استحق كتير، واتمنى ان الكل يدعي له، لانه مؤكد ان هو في دار احسن من دارنا خالص باذن الله. بس عسى ان احنا نستوعب ان نخلي حتى سيرتنا عطره قدام الناس، ما يبقاش حد بيقول لك الحمد لله اللي ارتحنا منه. طيب هنروح سرادق العزاء في عمر مكرم وبعض الجوانب التعليقات والحوارات عن الصديق العزيز والراحل الغالي خالد توحيد. الزميل كريم أحمد أجراها مع عدد ممن حرصوا على تأدية واجب العزاء، نشوفها ونطلع بعدها الفاصل.
مستمرين معكم كل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، واعزاء الدكتور خالد توحيد رئيس القناه، التوافد طبعا الشخصيات العامه ونجوم الكره، كابتن اسماعيل يوسف طبعا احد نجوم نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني. بقاء لله كابتن اسماعيل، يمكن الكل متواجد، الرموز كلها الرياضيه والشخصيات العامه طبعاً. فقدنا قيمه وطيبه وشخصيه بتحب طبعاً. الجميع كابتن اسماعيل، البقاء والدوام لله سبحانه وتعالى. بعزي اسره خالد، بعزي مجلس اداره النادي الاهلي، وبعزي جمهور النادي الاهلي. خالد كان اخ عزيز عليا، يمكن نفس الجيل، ما شفتش منه حقيقه الا كل احترام وادب، والله يرحمه ويحسن اليه ويجعل مثواه الجنه ان شاء الله. الله خير، شكرا. الحقيقه دكتور خالد توحيد زميلنا بعض في سي بي سي 2، كان البرنامج بتاعه قبل البرنامج بتاعي على طول، كان مع كابتن شوبير، وانا من الناس اللي بحبها جدا على كافه المستويات. انسان شديد التميز والادب والاخلاق الرفيعه، وانسان عمره ما غلط في اي حد، ويعني بجد انا حزنت جدا جدا عليه واتفاجئت بالخبر، لكن طبعا عمره ما هيعز على اللي خلقه. وانا اتمنى ان الناس كلها تبقى في اخلاقيات الدكتور خالد توحيد، ادبه الجم، عدم انفعاله، عياله اللي عمره ما بيتخطى الحدود. يعني انا نفسي ابقى زيه، يعني نفسي ما اقدرش اتوتر كده. هو كان عنده ميزان دقيق كده، وكان زي ما بيقولوا ابن موت، الله يرحمه ويحسن اليه ويخلي اولاده له، وندعي له كلنا بالرحمه. وفي الاول وفي الاخر بقول لكل الجمهور اللي بقى بيبقى متعصب ومتنرفز وبتاع، الدنيا مش مستاهله كل ده، خلينا نستمتع بالرياضه، خلينا نحب فرقتك وشجعها وكل حاجه في الدنيا، بس خلي الاخلاق قبل اي حاجه في الدنيا. احنا عندنا بطوله الامم الافريقيه، وهنبقى محتاجين الزمالك والاهلي وكل الانديه ان شاء الله. اشكرك. امين يا رب. طبعا ربنا يرحم استاذ خالد توحيد. واستاذ خالد بالنسبه لنا على المستوى الشخصي طبعا ده اخ كبير، ويعني حاجات كتير ما ينفعش، الحمد لله رب امين، بس بالنسبه لي اخ كبير يكفي اللي احنا شايفينه. طبعا ربنا يحسن خدمتنا جميعا، وانا بعزي اسرته، وهو يعني ساب وراه خير خلف لي، يعني ابنه علي ده من الناس المحترمين، استاذ معيد في كليه اعلام، ربنا وفقه، واهل بيته ربنا صبرهم، واحنا يعني كل بنقول احنا اهله، لان انا يعني استاذ خالد بالنسبه لنا وبالنسبه للعائله، يعني من هو تدرج في الوظيفه الاعلاميه يكفي اللي هو احترم مهنته بشكل محترم جدا، مصداقيه في الاعلام، وهو ده اللي احنا بنتكلم فيه النهارده. انت شايف كل الاعلاميين حاجه بصراحه، يعني ربنا يرحمه، مش هقدر اقول اكتر من كده، وهو موجود معانا، وان شاء الله باذن الله يعني اسرته بالنسبه لنا احنا، ويعني انا هعزي النادي الاهلي وعزي جميل النادي الاهلي، لان انت فعلا النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي يعني مش هنقول خسرت، هو اكيد في مكان احسن بكتير من اللي احنا فيه، ولكن استاذ خالد اتمنى كل بقى يعني اصدقائه وتلاميذه والناس اللي شغاله في المجال نفسه يحزوا الاعلام المحترم، الاعلام اللي احنا كنا، انا واحد من الناس كنت بتعلم منه كتير جدا، وكنا بنتكلم كتير جدا في القضايا اللي احنا موجودين فيها، وازاي هو برده كان بيدير مواضيعه، فمش هقدر اقول غير ربنا يرحمه، يا ربنا يرحمه ويصبر اهله ان شاء الله باذن الله. الله يخليك، شكرا. والله يعني ما انا ما بعرفش اتكلم في الظروف اللي زي دي، بس كفايه اللي احنا شايفينه، مظاهره حب في خالد توحيد، دكتور خالد توحيد الله يرحمه ويغفر له يا رب ويرزقه الجنه باذن الله، ويصبر ابنه ومراته واسرته يا رب، ويلهمهم الصبر والسلوان. فعلا ما اقدرش اقول حاجه غير انه انت شايف، مش انا لا انا، انت الكاميرا شايفه، ومظاهره حب سواء في الجنازه، سواء في المقابر، سواء في العزاء، ربنا يرحمه ويغفر له. خالد، دكتور خالد كان من الناس المحترمين جدا، والناس اللي قلموا بيستخدموا للحق، بس ما اقدرش اقول اكتر من كده. يعني ربنا يرحمه ويغفر له يا رب، ويصبرنا ويصبر جمهور الاهلي، ويصبر قناه النادي الاهلي، وان شاء الله. وخالد بتوجيهاته وقراراته اللي كان متخذها قبل كده، اعتقد انها هتكمل وهتبقى احسن ان شاء الله، يا رب باذن الله. شكرا حبيبي، شكرا. الله يرحمه ويحسن اليه طبعا، والحب واللي احنا شايفينه دي ومظاهر الحب دي بتدل على مكانه الدكتور ومكانته بين قلوب كل الناس، سواء كان زملاء، سواء كان ناس بتشتغل معاه، سواء كان ناس على علاقه بيهم. فطبعا ما فيش كلام ممكن اقوله اكتر من الكلام اللي بيتقال قدامنا ده،
الله يرحمه ويحسن إليه ويسكنه فسيح جناته. كان راجل محترم، راجل صديق، راجل أخ، راجل بكل معنى الكلمة يعني. والحمد لله رب العالمين أدى رسالته على أكمل وجه، وإن شاء الله تعالى في الجنة مع الصديقين والأبرار. حسن الخاتمة زي ما حضرتك قلت، الدنيا دي مش مستاهلة كل ده والله العظيم. وحسن الخاتمة دي أحسن حاجة. أستاذ خالد قيمة وقامة ومكانة محترمة جدا جدا، ما فيش يخالف عليه أهلاوي زملكاوي إسماعيلاوي. كل الناس قالت لك أول ما توفى رحمه الله يعني أخلاقه وكان صحفي محترم إزاي، وكان شخصية وهو بيتكلم في أي قضية بوجهة نظر محايدة ومحترمة جدا جدا. الكرة مش مستاهلة كل ده يا جماعة والله، والدنيا يعني مش مستاهلة كل ده. لازم يعني فعلا واحد مش عايز اقول لك مبسوط، بس ان يبقى حسن خاتمته في الجامع وفي المسجد بهذا الشكل باين على قد ايه الانسان ده كان محترم، كل الناس بتحبه وكل فئات المجتمع بتحبه. فربنا ربي يصبر اهله ان شاء الله ونتعلم كلنا ونبقى يعني نحاول نبقى ماشيين زي الراجل ده ما كان ماشي يعني ان شاء الله. شكرا يا فندم، شكرا جدا. لا خالد من الثمانينات، من وانا لعيب وصحفي صغير في الاهرام، وعلاقه فيها صداقه وفيها احترام. وبعدين زادت بقى لما كنا سوا في استوديو واحد انا وهو والشيخ طه اسماعيل، الكلام ده من 10 سنين او 11 سنه، حققنا نجاح في القناه. وهو انسان ملتزم ومثقف وعنده حس اعلامي جيد. نعم لما بنيجي بقى نقف عند الموت بقى خلاص ما نقدرش نقول حاجه. ربنا يصبر أهله وعزائنا لأسرة النادي الأهلي وأسرة قناة الأهلي ومؤسسة الأهرام والإعلام الرياضي كله، لأنه فعلا الحقيقة حتى الطريقة اللي توفى بيها مريحة وهادية. فالله يرحمه يعني، ما عندناش كلام كتير نقدر نقوله غير البقاء لله يعني. شكرا. والله احنا فقدنا اخ قبل ما يكون زميل، الله يرحمه دكتور خالد. كان راجل من قبل بيجي قناة الاهلي ومن قبل اي حاجة من قديم الازل، واحنا بنقول شخصية محترمة متزنة، له اسلوبه المحترم اللي كل الناس بتختلفش عليه. احنا فقدنا واحد كان احنا املنا كبير في انه كان يعني له يد كبيرة في تطوير القناة ويد كبيرة في ان يقف مع النادي الاهلي في جميع مواقفه. دكتور خالد شخصية محترمة جديرة بالاحترام، واحنا الحقيقة بنعزي نفسنا قبل ما بنعزي اي حد تاني، او ده فقيد للاعلام المصري والصحافة المصرية. وربنا يرحمه ويعوض اهله بالصبر بقى والسلوان ان شاء الله. شكرا، الف شكر ان شاء الله. بقاء الله ونعم بالله. طبعا استاذ خالد يعني غنى عن التعريف، واديكم شايفين الجمع اللي جايين النهارده يعزوا فيه الراجل. يعني سيرته على كل الناس سيره جميله جدا الحقيقه. احنا استقبلنا خبره وكنا في النادي يوميها، وانا كنت موجود في النادي في نفس الوقت في توقيته، والراجل توفى وهو بيصلي الظهر وكلنا كنا في الجامع معاه. هي كانت مفاجاه صادمه لينا كلنا. والراجل الحقيقه كل اخباره وكل الناس بتتكلم عليه، مفيش حاجه يعني سيره. والحقيقه انا مش عارف اتكلم يعني، بس هو الحقيقه يعني بقاء الله وربنا يرحمه يا رب. وانا كنت موجود في الجامع يوميا في صلاه الظهر الحقيقه، وبقاء الله يعني. هي احكي لنا اللي حصل بالظبط في الجامع يا دكتور. شويه وسر الله يعني، مفيش حاجه يعني. الراجل في هدوء جدا وهو بيصلي، ومن قيمه الراجل ده اتوفى وهو بيصلي يعني، هو بيسجد لربنا سبحانه وتعالى. فنتمنى له ان شاء الله ان هو يبقى في مكان احسن، ونتمنى كده لاسرته الصبر، وربنا يرحمه يا رب ويبقى في مكان احسن مننا كلنا. ربنا يرحمه، ربنا يرحمه. قال لا اتفضل. خالد توحيد ابن موت يعني، شيء ما حصلش. وانا اعرفه وثيقه، كنت بشتغل وبعدين كنا مع بعض من كام شهر كده في الامارات في برنامج هناك، وقعدنا في الاوتيل يومين ثلاثة مع بعض، سعيد بيه مستمتع بيه. أخلاق إيه وأدب إيه وعلم إيه وثقافة إيه واحترام إيه. خالد توحيد خسارة جدا كبيرة لمصر، مش خسارة لأسرته بس يعني. فأنا حقيقة يعني متأثر جدا بفقد خالد. ما سمعت الوفاة، وفاة برضه ربنا سبحانه وتعالى كان معه فيها يعني. الصبر والسلوان للعيلة ولينا إحنا كمان. رسائل كده.